ومساء الفل عليكم جميعا من قناة عرايق على اليوتيوب. النهاردة جولة جديدة وفيديو جديد في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية. يلا بينا كده اخدكم معايا في الجولة الجميلة دي. احنا دلوقتي كده قدامنا قلعة قايتباي في إسكندرية. هاخدكم بقى عند الممشى الجديد الموجود هناك. ايه بقى يا جماعة اللي بيحصل هناك عند منطقة القلعة؟ طبعا احنا كلنا ملاحظين ان في ترميمات وانشاءات كتيرة جدا جديدة، وفي كوبري كده معمول جديد، فهقول لكم على القصة بتاعته وايه اللي بيحصل هناك بالظبط. طبعا يا جماعة اللي بيحصل دلوقتي هناك ان احنا كلنا سمعنا باللي حصل في المؤتمر الاخير، المؤتمر الدولي بتاع ان هما بيقولوا ان في مدن كتيرة جدا بحرية هتغرق، من ضمنها كانت اسكندرية. فطبعا تحت رعاية الهيئة العامة لحماية الشواطئ، متمثلة طبعا في وزارة الري والموارد المائية، وزارة السياحة، وزارة الآثار، طبعا اتفقوا ان هم هيعملوا مشروع كبير جدا، ان هم هيعملوا حاجز امواج بطول 500 متر او يمكن اكتر كمان، وهيعملوا ممشى خرساني طوله حوالي 110 متر علشان يكون منفذ ترفيهي للناس. وزي ما انتم شايفين كده المنطقة اللي هي بتاعت المراكب القديمة دي هتتحول لمرسى يخوت، وبرضو المراكب القديمة دي بيقولوا ان هي هتفضل زي ما هي برضو. فطبعا هو ده اللي بيحصل هناك، ان هما رقم واحد هيعملوا مرسى لليخوت، رقم اتنين هيعملوا حاجز امواج، رقم تلاتة هيعملوا ممشى سياحي. برضو في خرسانات موجودة بالفعل دلوقتي حوالين منطقة الطبي او القلعة علشان برضو تحمي الاثر ده من ان هو يحصل له اي عوامل من البحر والغرق والحاجات دي كلها، وان هو ما يتعرضش لان هو يتهالك او يتآكل المبنى بتاعه. طبعا هقول لكم كده القصة السريعة بتاعت قلعة قايتباي دي. اول حاجة ان هي كان في زمان يا جماعة عبارة عن فنار اسكندرية القديم، وده كان من احد عجائب الدنيا السبع، واللي اتبنى في عصر البطالمة، وبسبب الزلازل والعوامل البيئية هدم تماما. فطبعا جه في عهد السلطان قايتباي سنة 1477 أنشأ قلعة قايتباي لحماية اسكندرية من العدوان الخارجي وخصوصا الدولة العثمانية. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين كده المبنى ده شكله ان هو متجدد. ليه بقى متجدد؟ علشان خاطر كان فيه اعتداءات حصلت من الاسطول الانجليزي سنة 1882، وضربت مجموعة احياء كتير جدا جدا من اسكندرية. فطبعا بالتالي يعني حصل له يعني تهالك بنسبة كبيرة، يعني بمعنى اصح ان مش هي دي الهيئة الكاملة لمبنى قلعة قايتباي. هسيبكم بقى تستمتعوا بمنظر البحر وبمنظر المنشآت الجديدة المعمولة هناك، وتتفرجوا على المشروع كامل وهو لسه تحت الانشاء، وتستمتعوا بمنظر المراكب الموجودة هناك والناس اللي هي بتتفسح في المنطقة. أسيبكم تتفرجوا كده على الفيديو شوية وأرجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين هو ده الكوبري الموجود، منه هيبقى ممشى سياحي. طبعا زي ما انتم شايفين كده على اطراف الكوبري حوالي اربع عواميد، دي معمولة على الطراز المملوكي، وشايفين اهو الخرسانات ابتدت ان هي تجهز وتتحط، ده علشان يبقى حاجز امواج زي ما اتفقنا بطول اكتر من 500 متر، وعاملين ممشى خرساني بطول اكتر من 110 متر، وزي ما اتفقنا هيكون في مرسى لليخوت. طبعا يا جماعة المكان هناك جميل جدا جدا، ويعني بيعمل ريلاكسنج كده، والواحد بيروح هناك يهدي اعصابه، ومكان جميل جدا جدا، انصحكم بالزيارة. وعلشان خاطر برضو تروحوا تتفرجوا على المباني والانشاءات الجديدة اللي هي بتتعمل، والكباري
والممشى والكلام ده كله، تاخدوا فكرة عن المشروع أثناء التحضير بتاعه وبعد ما يخلص كمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى منكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة عراء على اليوتيوب، وتدعموني أن أنا استمر. أتمنى أن أنتم تكونوا انبسطتوا، وأشوفكم فيديو جديد. المبنى اللي قدامكم ده هقوله لكم في الفيديو اللي بعديه، والرحلة أحسن كمان من الفيديو ده. مرسي جدا ليكم، أشوفكم فيديو جديد. باي باي.